إذن هنايا من الفوق نقدر نشوف الأشغال تاع التهيئة الجديدة على مستوى ميناء الجزائر العاصمة في المشروع تاع شروفات الجزائر. إذن بعد ما حاولنا ندخل الشانتي مغلوق اللي هي الآن منا من الفوق هنا على مستوى شارع زيغوت يوسف نقدر نشوف الجانب من الأشغال هذه. نشوف هنا على الجهة اليمنى فيه أشغال راهي قيد يعني إنجاز. ومن الجهة هذه عندنا الجزء اللي تم الافتتاح دياله يعتبر الجزء صغير جدا لا يتعدى نسبة حوالي 10% من المساحة الكاملة نتاع المشروع. نشوف هنا المساحة الكاملة تاع المشروع هذه هي المساحة. وفيه يعني بالمقارنة مع الآخر مرة جيت فيه تقدم للأشغال، يعني فيها تسطيح المنطقة الأمامية اللي مقابلة الطريق، وما وراء التسطيح هذا فيه أشغال نتاع التهيئة نتاع فضاء جديد يعني بالموازاة مع الواجهة البحرية. فيه أشغال جديدة راهي ماشية، رانا نشوفوا فيها منها تبان مليح يعني بكل وضوح. فيه أشغال تاع مربعات أو مستطيلات خضراء حول الأشجار تاع النخيل. هذه أشجار قديمة، هذه الأشجار كانت من قبل وتمت إضافة أشجار أخرى من الجهة اليمنى. كاين إضافة نتاع أشجار جديدة نتاع الواشنطنية، أشجار الواشنطنية، وكذلك تسطيح المساحة الأمامية. إذن فيه عمل نتاع تهيئة على مستوى إذن الواجهة البحرية نتاع الجزائر. وإن شاء الله هذا هو الأمل تاعنا، هو أن تكون هذه التهيئة تكون في المستوى باستعمال مواد جيدة. وكذلك لجوان لازم لجوان يا عباد الله، لازم تخدموا لجوان بروب، ولجوان ما يتخدموش بالسيمان بالمغرفة والسيمان يا عباد الله. لجوان ما يتخدموش بالمغرفة والسيمان، لجوان يتخدموا باللمبوط كيما الباتيسي. شتو باتيسي عنده اللمبوط، هذاك اللمبوط اللي يخدم به لاباط يمشي لاباط. لازم تكون لاباط دو جيان سبيسيال لاباط دو جوان اللي ما تقصاش وما تلحاش وما تفتتش، وتتحط باللمبوط ماشي بالمغرفه والسيمان. لمبوط ريغلي لو ديامتر تاع اللمبوط باش اللي يخرج كي تخرج هذيك لاباط تخرج بالكميه اللازمه، ما تخرجش بزياده، ما تخرجش لاباط هذيك بزياده كي نحبوا نديروا لي جوان يا عباد الله. هذا امر في كل في كل انحاء العالم يعرفوها، غير عندنا هنايا عندنا واحد لي زونتربرونور، واحد الخدامين، واحد المسؤولين ما يعرفوش بلي لو جوان في بعض الاحيان ما ديرش كاع جوان، ما ديرش جوان، يوسخ الجوان يوسخ. واذا كان اقتضى الامر وحبيت دير جوان، الجوان يندار باللمبوط تاع لي باتيسي، ومن بعد تمسح تنقي الخدمه ديالك يا عبد الله، تنقي الخدمة تاعك يا عبد الله. الخدمة تتنقى كي تتكفيني ترفد الزبل وترفد التراب وترفد السيمان وتجيب ليبونج والماء وتنقي الخدمة تاعك يا عبد الله. الخدمة لازم تكون بروبر نيكال على أي حال. هذه هي حالة الأشغال على مستوى الكارتي دو لامارين. وفيه بعض التقدم تاع الأشغال. نترككم إذن في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.